وقفه احتجاجيه، وقفه ضد الغلاء وضد المعيشه اللي ولات قاصحه، ولا المواطن كيحس بانه كاين شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. وبالتالي انني كباقي المواطنين جيت لهنايا باش نقول لا للغلاء ولا لارتفاع المستوى المعيشه ديال الانسان. الانسان الفقير كيعيش التهميش، كيعيش بزاف ديال الحوايج اللي هي ما كاينش كرامه ديال الانسان. وكما قلت لاخوان ان هذه الوقفه هذه احتجاجيه، اذا كان الهدف ديالها ولا اللي محركها هو الغلاء، فبطبيعه الحال كاينه مشاكل واحده اخرى دينية اكثر، وهي المشكل ديال الواقع ديال الصحه في البلاد، الواقع ديال التعليم في البلاد، لان التعليم والصحه هما لا باز، هما لي بيلي ديال التقدم اي مجتمع. ما عندكش التعليم ما يمكنش تقدم، ما عندكش الصحه ما يمكنش تقدم، لان المواطن المغربي هو مواطن طبيعي جدا، مواطن كيحب الوطن ديالو كما قلنا في اخر المطاف، ان هذا هو الوطن ديالنا وحنا هو عزيز علينا. عزيز علينا اكثر من داك الناس اللي كيقولوا هما مسؤولين عليه، عزيز عليهم. مستعدين اننا نهزوا المناجل وندافع على الوطن ديالنا، المناجل ندافع على الوطن ديالنا. قضيه التلقيح، انا المره الاولى قالوا لنا تلقيح، لا درتي الاولى والثانيه صافي تتكون عندك المناعه كما قول لهم المناعه القاطع. شويه قالوا لك لا الاولى والثانيه ما بقاش كافيه، دير الثالثه. بما ان الاولى والثانيه ما كافياش وما عندهاش الفعاليه، والثالثه هي اللي كاينه يدير وحده. زيد على ذلك انك تيقولوا لك ان ما الموظف ما يدخل تيدير الثالثه، ولا نديروا قطاعات، الا بغا يديروا قطاعات قطاعات، وانا ما ملقحاش سوا بغيتو سوا ما بغيتوش، باش ديروا القطاعات باش تدعموا شي وحدين اخرين راه ماشي معقول. ثانيا قضيه الزياده تتزيدوا بلا ما تتشاوروا مع المواطن، ما تتعرفوا الطاقه الاستيعابيه ديال الطاقه الشرائيه ديال المواطن شحال تيربح وشحال تيتخلص. اكثريه 85 ولا 90% راه المواطن فقير، خاص الزيت السكر اتاي الدقيق، هذا الشيء هما اللي تنخدموا بهم، والخضره هذا الشيء جبتوا لينا به. بغينا شنو الهدف ديالهم من هاد زياده الاسعار؟ تقول اوروبا ولا امريكا بان راه كاينه الزياده وان البترول هذاك الشيء ولا الحرب ولا هادي، حنا هادشي فاهمين، ولكن اوروبا راه المواطن عندهم عيشه كريمه ونازي في بلاصتو، وتعطيو ان الدواء فافور، البي سي ار فافور، وحنا ولا عباد الله كلشي فافور، نهبونا ما بقى فينا والو، ما بقينا نخرجوا عريانين، بقاو على حوايجنا يحيدوهم لينا. انا جيت اليوم باش نهضر باش الصوت ديالي يوصل على الزياده في الاسعار وعلى التلقيح. سيدنا كيقول اختياري والحكومه كتقول اجباري، وما فهمنا والو اخويا. التلقيح والاسعار وكلشي، ونقصونا حتى من الاجور، حتى الاجور نقصونا منها 250 درهم، نقصوا من الاجور. شحال من موظف نقصوا له 250 درهم؟ انا راجلي ما دارش ثالثه ما دوزولوش الخلصه، الشهر الاخر ما دوزولوش الخلصه، الله ياخذ فيه الحق خنوش، وما بغيناش يبقى. الزياده صاروخيه بزاف بزاف، الزيت قرب ل 100 درهم، الخضره، العدس، اللوبيا كنتقدا اليوم لا غد اللي كنمشي كنلقى زياده اخرى، هذا الشيء اخويا بزاف، الله ياخذ فيه الحق. وكنطلبوا من صاحب الجلاله هو اللي بقى لنا الحل الوحيد، نستندوا يفكنا بهذا المشكل. الخنوش خصو يعيط، سمعتيني الدقيق زادوا فيه الزيت، البوري ما عندهم ما ياكلوا، سمعتيني؟ حنا بغينا خويا او عايشه الملك، كنموتوا على الطربو ديال المغرب، كنموتوا على المغاربه، سمعتيني؟ مواطنين وما عندناش وما خصناش.